Ash Sleiman, the Digital Tools Expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديو هنا جزء من المدرس بروجكت، ومن خلاله رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Irubric. Irubric هي أداة موجودة على our campus، ومن خلالها فينا نستخدم rubrics already موجودين، فينا نعدل فيهم، وحتى فينا نعمل rubrics من الصفر لحيلا مادة نحنا بدنا إياها. خلينا نشوف كيف. منفوت على www.ourcampus.com. مثل ما شايفين هذا الموقع اسمه our campus وما اسمه Irubric. هذا الموقع فينا نستخدمه لعدة أهداف، إذا بدنا نبني عليه surveys، ولا بدنا نعمل e-portfolios، ولا حتى إذا بدنا نكون في عنا مجال للتلاميذ يشتغلوا بستادي جروبس أو يشتغلوا بمجموعات مع بعض. نحن اليوم رح نشوف مع بعض كيف فينا نستخدم Irubric يلي هو بقلبه. قبل ما نفوت على Irubric هوم رح نعمل sign up مع بعض. بدنا نعبي هالثلاث مراحل لنقدر نفوت على Irubric. أول شي رح ننقي educator continue، نرجع منعبي اسمنا، منعبي الايميل، نعمل الباسورد، ومنحط الكلمة المكتوبة هون، نكبس على I accept terms of use، منعبي هلأ البروفايل تبعنا، منحط الاسم، منحط اسمنا الأخير، الايميل، ومنحط بأي نحن عاصمة قاعدين وبأي بلد، ومنحط الزب إذا في عنا زب كود، ومنكبس على كيف نحن سمعنا بهذا الموقع، أنا رح حط others، ومنعمل continue. رح نعبي هون أسئلة شوي شخصية حتى إذا نسينا شي مرة الباسورد يقدروا يساعدونا فيهم، وهيك منكون فتنا على الأكاونت تبعنا. رح نكبس على Rubric، حنفوت على Irubric هوم. أول شي رح نعمله بهيدي الصفحة إنه حنفوت على الجاليري. رح فرجيكم كيف فيكن تاخدوا Rubrics already موجودين، يا تستعملوه مثل ما هن أو تعدلوا عليهم مثل ما أنتو بدكن. مثل ما شايفين هون، شوفوا قدي حلو وقدي منظم، انه الروبريكس مقسمين، بتنقوا اي صف بتكون، بتنقوا المواد اللي بتكون تشتغلوا عليها، وشو النوع، هل هو هومورك او هو فرد او هو امتحان او هو حتى بروجكت او نشاط عم يشتغلوا عليه. وبيبين حد كل واحدة قدي في تقريبا كم روبريك معمولة، يعني بالعدد الكامل تقريبا في حوالين 798 ألف روبريك موجودة فينا نستعملها. أنا رح نقي kindergarten لgrade 5. بيبين عندي كل الروبريكس اللي فيني أنا استعملهم، وكل واحدة بتحكي عن موضوع مختلف. هلأ أنا فيني نقي الموضوع اللي بدي إياه هون، يعني لنقول نحن عم نتعلم عن opinion writing. خلينا نشوف معنا شو ممكن يطلع. مثلا عنا paragraph opinion writing، بكبس عليها ببين عندي rubric already معمول. هلأ أحلى شي بهيدا الروبريك إنه نحن فينا نغير فيه حتى يتلائم مع اللي نحن عم نشتغل عليه بالصف. إن كان أنا بدي غير إنه شو مكتوب هون بالتايتلز، أو بدي حط علامات غير، أعطي غير نقط مثل ما هن حاطين، أو إذا أنا بدي غير الكريتيريا اللي نحن عم نستعملها، أو حتى فيني غير من جوا، فيني أتصرف فيها بالطريقة اللي أنا بدي إياها. رح فرجيكم كيف هلأ. كل اللي علينا نعمله إنه نكبس على copy. بعمل كوبي منه أول شيء طبعاً، لأنه ما فينا أنا غير شيء already هو موجود. بكبس yes copy the rubric، وبصير هون عندي كوبي للروبريك. فيني غير لإسمه، فيني غير الديسكريبشن، فيني حتى حدد لأي صف أنا بدي إياها، لأي مادة أنا بدي إياها، وفيني بلش عدل فيها هون. يعني أنا فيني بدل الأرقام مثلاً ما بدي حط نقط، بدي أكتب أشياء. فيني حط مثلاً beginner, developing, competent, excelling. هلا هن حاطينهم بالقلب، يعني يمكن انا كان لازم اقلبهم، بس مش مشكل، فيني غير فيها مثل ما انا بدي. حتى فيني بهول القصص زيد عليهم افكار او شيل منهم اشياء. وفيني مثلا هن حاطين introductory, body paragraph conclusion, transitions، حاطين convention styles، فيني انا اكتب بقلبهم لانه هن مش معبيينهم، حاطين indention، حاطين capitalization، يعني هن حاطين كل شيء. والحلو حتى لو ما بدكم تستعملوا هيدي الروبريك، فيكم تاخذوا افكار. يعني اذا انتم عم تخلقوا روبريك على ورقه مش على الكمبيوتر، وعبالكم تاخذوا افكار شو فيكم تحطوا فيها اشياء، فيكم حتى تفتحوا هول الروبريكس تاخذوا منهم كثير افكار ممكن تساعدكم. بس خلص كل شيء عم بعمله، بكبس على سيف، وهيك بكون صار عندي الروبريك جاهزة. كل اللي علي أعمله فيني أكبس على preview لشوف كيف بتبين، فيني أعملها print، وفيني حتى أعمل share هون وابعتها by email أو حيلا platform نحن مستعمله لحدا إذا أنا بدي فرجيني الروبريك تبعيتي. وفيني كمان أعملها duplicate ويصير عندي نسخة منها تانية واشتغل عليها على جنب، فيني محيها.
هلا بنرجع بنفوت على الروبريك حتى نقدر نبني نحن الروبريك تبعيتنا. رح اكبس على بيلد. مثل ما شايفين هون عندي ثلاث خيارات، يا بدي اخلق الروبريك من الاول ما بيكون فيه بقلبها شيء، يا اما بدي استعمل روبريك اوريدي موجوده مثل ما سبق وفرجيتكم، او كمان اذا روبريك معجبتني فيني اعملها دوبليكيت او نسخه وارجع استخدمها من اول وجديد. نحن رح نفوت على build from scratch، رح نكبس على start، هيك بنكون نحن عم نبني هلأ روبريك من صفر. رح سميها مثلا multiplication روبريك، بالdescription رح حط multiplying 2 digits by 2 digits، رح نقي الصف من K ل 5، المادة رح نقيها math، نوع رح نقيه assessment، وهيك بصير فيني عدل فيها. انا ما بدي احط علامه لنقول، او فيني خلي العلامه ما بيأثر، وراح احط هون كمان بي دي سي واي، يعني beginning developing competent exemplary، وراح بلش حتى التايتلز. مثلا هون لنقول بدي كاتيجوري، انا بدي احط له علامه على الانسر اذا مزبوط، سو بحط انسر. بدي احط هون مثلا على الاستراتيجيز اللي عم يستعملهم او الطريقه اللي عم يشرح فيها شغله. بدي احط هون مثلا اورال اكسبلانيشن اذا قادر او قادره يفسروا ليه هن حلوا السؤال بهالطريقه بطريقتهم الخاصه، حتى مش بس بالكتابه بالحكي كمان. وبلش عبي فيها مثل ما انا بدي، وبس خلص كتير كتير سهله. بكبس على سيف وبتصير عندي اياها، وحتى اذا ما بدي انا اذا عم بشتغل عليها وبدي اوقف وارجع كفي بعدين، فيني كمان احط سيف بتصير موجوده عندي بالروبريكس تبعي. مثل ما شايفين هون صارت مبينه، فيني ارجع لها وظبطها، او حتى مثل ما بدي فيني اخليها بس نقاط مثل ما انا بدي، وبقدر اعمل لها print او share مثل ما سبق وفرجيتكم مع الاشخاص اللي انا بدي اعمل لهم اياها share، وفينا اطبعها كمان. هلا اذا بنفوت على my rubrics ببين عندي انه صار عندي 2 rubrics جاهزين، اللي هن opinion writing اللي جبناها من already هي موجوده واشتغلنا عليها، والmultiplication rubric نحن عملناها. اذا انا بدي احط علامات اونلاين ساعتها بدي يصير اعمل سبسكريبشن، ما فينا اعملها اذا انا عندي اكاونت مجاني. وهيك بنكون تعرفنا سوا على طريقه كتير سهله نقدر نخلق فيها روبريكس حتى نقدر نعمل امتحانات او نشاطات، او حتى اذا بدي ابعت فرد مع التلاميذ على البيت. stay tuned حتى تتعرفوا على غير اونلاين تولز وكيف نستخدمهم بطريقه كتير خلاقه وسهله.